أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في هذا التعبير؟ هناك من الناس من يقول بأن الله سبحانه وتعالى ينادي الناس بالأذان بصلاة الفريضة. الذي ينادي هو المؤذن، الذي ينادي هو المؤذن، والله أمر بذلك، أمر بالنداء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصوت هو صوت المؤذن، والداعي هو المؤذن بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم.